مرحبا، انا اوجد نبالي من اعز دوت كوم، وبهذا الفيديو رح نتعلم واحدة من الاغاني التراثية اللي اسمها دزني واعرف مرامي، اغنية على مقام البيات رح ناخدها من الله. في البداية نستعرض مقام البيات على درجة الله رح يكون بهذا الشكل. صورة ابطأ، لا سيموس مول دو ري مي فا سول لا، وبنرجع بالمقام. تمام، الأغنية بسيطة، بدايتها راح تكون ب فا، بس الفا راح تكون نص دييز، وبالتالي راح تكون كالتالي. والسولفيج راح يكون فا سول لا لا سي لا دو سي لا سول فا مي ري. بنتابع، راح نعيد نفس الجزء بس مع اختلاف ايقاع بسيط. والسولفيج على جزئين راح يكون فا سول لا سي دو سي لا، والسولفيج للجزء الثاني لا سي لا دو سي دو لا سي سول فا مي ري. بنتابع، والسولفيج على جزئين راح يكون فا مي فا مي سول فا مي ري ري، والجزء الثاني مي ري ري دو سي ري دو سي سي لا لا. بنتابع، والسولفيج راح يكون فا مي فا مي فا سول لا سول فا مي ري مي ري ري دو سي ري دو سي سي لا لا. نرجع منتابع، ومتابعة الأغنية راح تكون إعادة للأغنية نفسها، نعزفها كلياتها بشكل كامل بهاي الطريقة. في نهاية الأغنية احنا ختمنا عند اللا. هلا راح يكون في عنا بالأول بريما بترجعنا لبداية الأغنية عشان نرجع عندها من الأول، وفي النهاية بنختم عند السيكوندو اللي راح تكون على اللا. فلو بدنا نعزفها مع البريما راح تكون بهذا الشكل. ولو بدنا نخلصها راح تكون وبهيك بنكون تعلمنا أغنية دزني واعرف مرامي، أغنية تراثية على مقام البيات، وأخذناها من درجة الله.